La génoise, flour cake, we're gonna need 4 eggs. We separate the white and the yolk. We put it yolk here. We're gonna add to our yolk. La génoise ديالنا تنفرقوا البيض مع على الصفر وتنزيدوا واحد المعلقة دفاني to the yolk. I'm gonna need 1 cup of multi-purpose flour. كاس ديال الدقيق. وغادي نزيدو مثلا الحلاوه باش تنحليو. انا تنحلي بهذا باسكو طبيعي. غادي ندير منه جوج معلقات. نتوما غادي ديروا الا تستعملوا السكر عادي ديروا 4 المعالق 4 المعلقات. فور سويتنر ام غونا يوز ماين. ام يوزين ستيفيا بيكوز از ناتشورال. ام غونا يوز 2 سبونز. اف يو ار يوزين ريجولار شوغر يوز لايك 4 سبونز. And we're gonna mix the whisk the whites until it's double, and after we're gonna add the yolk. عشان خلنا نضربوا البيض ديالنا مزيان حتى يطلع تيولي القوام ديالو بحال بياض الثلج. ومن بعد تنزيدوا له الصفر. I whisk it a little bit and after I'm gonna add my sweetener. Two spoons. If you are using, you can use like more if you like. انا زدت ضربت واحد شيو دابا زدت عليه هذا تزيدو عليه السكر ولا المحلل اللي عندكم وتنزيدو نعاودو نضربوه حتى يطلع لينا. تنبقاو نزيدو الصفر ديالنا. وي اد اول اور يوك يلو اند وي ميك ويد وي دونت ستوب ميكسين. And after we're gonna add our baking multi-purpose. After we finish, we're gonna pick up one spatula. We're gonna add our multi-purpose flour, just little like this, from down to up. دائما تنشن ناخذ الدقيق ديالنا بشي صفاية ولا شي غربال وهذاك الشيء تنبقاو ندخلوه مثلا بشويه بشي سباتيلا ولا فوي ولا ني بشويه. اوكي باش ما يهبط ليناش البيض. شفتوا انا تندخل انا خرج نكمل الدقيق ديالي والبيض خاصو يبقى طالع يبقى مثلا طالع بشويه بشويه. سوري فور نويز ماي كيس دي ار راون. يو سي وي ديدن اوفر ميكس ات ذاتس واي ستاي لايك ذات. شفتوا راه تنبقاو ندخلوا الدقيق ديالنا من التحت للفوق وغيب شويه تنتاكدوا ان الدقيق كامل ودخل لينا ما بقاوش لينا شي دوك الفقاعات ديال الدقيق وصافي. دونك غيب شويه تيك يور تايم. سوري فور نويزز اي نو بات اي هاف ماي كيد. سمحوا لي على الصداع وليداتي حدايا دونك ما يمكن لكش تقطعي لهم الصوت. ايوا انا تنطيب ديريكت معكم دونك باش يكونوا وليداتي دونك ما لابد ما يكون شويه الموسيقى ديالهم. سوري فور ذات. ذاتس اول. بيك اب اور بيكين بان تنشدو تنديروها في بغيتو ديروها في اي مول عندكم. انا دابا بغيت هذا باسكو بغيتو عريض. بغيت الكيك مثلا غادي نصايبو. After we finish, we just put the product ready to keep same shape. صافي تنسرحو لأن بغيتو أنا مسرح خاصني ندير واحد فوق واحد وندخلو الفران. و gonna put it in the oven for 10 minutes 350. تندخلو الفران على المهم تنسخنو الفران ديجا و تنخليو 10 sorry I didn't start at the beginning. We're gonna cut our cake two pieces and we're gonna start with our shape to make like old letter of love. تنشدو هاد لي مول اللي عندنا مثلا كاملهم ديال الحروف ها نتوما شفتو كيف هنايا وتتبدا تشكلي في هذا وتتحاولي ما تضيعيش مثلا لاباط ديالك. شفتو كنشدو مثلا هذا سكيفاز داك في we have A here
you see, and you see after I done, I make like shapes, like I make like two pieces of each one. That's why he gonna be like a little high. شتوم بعد ما ساليت اشتريت اللصق دي فوا مثلا الا ما قدكمش مثلا تتلصقوا باش ديروا زوج فهمتي غادي نلصقوهم بلا كريم وهداك الشيء دونك شتي واخا تهرسات لكم مثلا ولا بقى لكم شي نص اتس اوكي اف اتس جيت بروكن اتس اوكي اند بس هو ليفت دونت تراش ذيس وان هذا ما تلوحوش غنقولنا شو يو وات وي غونا ميك ويز ذيس ذا ريست اوف ذا كيك ليتر اوكي see our shape love 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 all love for you guys our leather after we cut it we're gonna pick up this shape شوف بعد ما قطعناهم بهذا الاخر اللي عندنا هاد الحروف اللي عندنا I have coconut milk هو اللي غادي عندي الحليب ديال الكوكو هو اللي غادي نسقي به هاد لا جينواز If you want to use just any syrup, you can use it. Doesn't matter. لا بيتي تستعملوا الماوس كار ولا شي حاجة اللي بيتي تستعملوا استعملوا هي أنا راه عرفتوني تمشي مع شي حاجة اللي مور صحية تلزقوهم مزيان نوي لبيت in the shape Okay, wait until I finish this. بالنسبه للكريمه ديالنا فور ذا كريم ام غونا يوز ماسكاربون تشيز تو ذا كريم غادي نزيدو الماسكاربون تشيز الفرماج ديال هذا الفرماج ديال ماسكاربون الا ما عندكمش ديروا الكريمه بوحدها ويز ذا هيفي كريم ذا فيرست ثينك وي اد ات اون نزيدو هاد الفرماج ديالنا with 2 spoons of sweetener any sweetener you have ما عندكمش زدت جوج معقات ديال هذا المحلي ديالي انا ديال السكر ديالي وانتم لا تستعملوا السكر استعملوا السكر العادي دونك تنشدو وي ميكس ات لايك little bit and after we're gonna mix it with the blender first then we're gonna add the heavy cream تنخلطوها مزيان هكا بشي معلقه مثلا تتخلص لينا وتنضربوها الاول عاد تنضربو نزيدو ليها لا كريم فريش ونبقاو نضربوها مثلا تطلع you can add like some extra vanilla to the cheese to give good taste انا زدت شويه د الفاني الا عندكم الفاني الساشيات دربوه الاول مع وي اد اور كريم انا غادي نزيد لا كريم فريش ديالي تنزيدها بسم الله انا عندي بزاف غادي نزيد بزاف باسكو تنستعملها في حوايج اخرين اولويز ذا اور بول هي نيد تو بي كولد اند دراي and our cream too دائما خاص باش نجح لنا طلع لينا الكريمه خاص هذاك لو بول ديالنا مثلا فاش غادي نضربوها خاص يكون بارد وناشف ما فيهش حتى نقطه د الماء والكريمه ديالنا الكريم فريش حتى هي خاصها تكون بارده دونك تنضربوها نضربوها راه شي 10 دقائق مثلا بهذا الدراب باسكو تاخذ الوقت ماشي بحال ديال العجانه ونضربوها حتى تطلع معنا يبان القوام بحال قوام ديال الثلج سي اور كريم افتر وي ميكس ات ناو هاي الكريمه ديالنا هي بعد ما خدمناها شفتوا كيف تجي غادي ام غونا بوت ات ان ذا فريج ليتل بيت 10 مينيت انتل اي جيت ريدي غادي نديرها في الثلاجه عاد من نوجد كلشي وغادي نجبدها نخدم بها سي وي بوت اور كريم
for all the shape for the letter. I have my blueberry. You can use any one you want. Okay, some be generous. شتو انا درت هذا يمكن لكم ديروا الفخير، يمكن لكم تخليوه الكريمه، اي كولي عندكم تمكن لكم تستعملوه. اني وان يو هاف ات ات هوم يو كان يوز ات. اوكي دون موري بيكوز وي غونا بوت We're gonna put our shape, the last one. Gonna make our shape leather. تنديرو تنحطو هداك الطرف اللي خليناه الفوق وتندفعوه. هادو راه درتهم انا على قبل وليداتي، ها هو حدايا تيعجبهم، فهمتي هادشي ياك مامي؟ Do you like it? Yes, I do like it. I made that with my kids. Okay. We put on the top of. تنزيدو شويه نسقيو هاد الحليب ديالنا لاجينواز. هاد لاجينواز انا ديجا كانت عندي، تتصايبو لا جينواز رولي بحال مثلا هذيك لا جينواز عاديه وديروها سامبل وتتبقاو تقطعو في القطاعه. بسم الله. يو سي اي سويتش اي بوت ان ذا بليت نديرو في اور بليت اند وي غونا ستارت تو تيك اوف Our another. Wait, mommy. Okay. Now we just finish to take off. Okay, I'll take it off. Good job. Wait, wait, wait. هادي بحال activities, good activity for your kids to give them like whisk with your cream or تعطوا لوليداتكم خدموهم معاكم و the cream is delicious. تنديكورو على حساب انا راه بغيت نزيد شي حاجة. My man is I give him I made two I give him one to do it by himself and this one I show it with you I share it with you. نعطيوهم لوليداتنا نعطيوهم مثلا يخدموا معنا تعجبهم هذا الشيء ولاد ولا بنات. حنا مع الاسف بزاف الناس تيدخلوا غير البنات. نو واخا عندك الاولاد ما تقوليش راهم ولاد، خصهم يدخلوا للكوزينه. دونك ولا ما شجعتيهمش نتيا دونك غادي يبقاو دائما تعكزو يطيبوا لراسهم كبيضة. I help my mom a lot with our blueberry. You see I prefer to decorate like this one. دائما وخليو you can like leave your kids choose never they like to decorate. Okay, my son like this one. Yes mommy. Yes, I do like the blueberry one because it tastes very sweet. شفتو كيف تيجيو تيجيو زوينين، تيجي الديكور زوين، شي حاجه تتقدميها تجي شويه مختلفه تجي زوينه.
ومختلفه فهمتي شويه، الوليدات تتعجبهم فهمتي، تتحط لهم تتقول لك فهمتي، تتحس تعبري لوليداتك عن الحب ديالك وهذاك الشيء، وسيرتي ولا خدموه معاكم، عطيهم لا كريم يصايبوها معاكم، عطيهم يديكوريو معاكم، عطيهم واخا شتي يتعطيه يمد لك غير واحد مثلا الكاز ديال الحليب، ولا يشد لك الدراب، ولا يصايب لك هذا فهمتي، عطيهم فهمتي هكا تيصدقوا، من يكبروا يصدقوا ان شاء الله يحبوا لا كويزين.